النعناع غسول الفم ليست الوسيلة الوحيدة لإزالة رائحة الفم الكريهة. هناك بعض العلاجات البسيطة اللي ممكن حتساعدك. تحتوي علكة نكهة القرفة على زيوت عطرية نباتية تستخدم لتعزيز النكهة مثل سينامك ألدهايد. هذا الزيت العطري ليس فقط يزيل رائحة الفم الكريهة، في الواقع بيقلل البكتيريا اللي في اللعاب اللي بتسبب الرائحة الكريهة بنسبة 50%. ترك الحنجرة جافة لفترات طويلة دون ترطيبها بشرب الماء بيجعل الفم له رائحة كريهة، لأنه بيقل إفراز اللعاب وبيجعل البكتيريا تلتصق بالفم، وخاصة عند الاستيقاظ من النوم. حاول أن تشرب الماء حتى لو لم تكن تشعر بالعطش. كذلك يمكنك مضمضة فمك من حين لآخر بالماء. حين تصابون بالزكام ويتم التنفس من الفم بدل الأنف، تجف الأغشية المخاطية لأنه يقل إفراز اللعاب. اللعاب له دور مهم في تطهير الفم، وذلك بفضل خواصه المطهرة، وهذا يعني أنه كلما قل اللعاب ازداد وجود البكتيريا اللي بتسبب الرائحة القوية. للحد من ذلك ننصحكم بمضغ العلكة الخالية من السكر لزيادة إنتاج اللعاب. تبين أن المركبات الموجودة في النعنع تقتل 60% من البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة في غضون 30 دقيقة فقط. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.